اليوم كتشوف معنا ساكنه حي مغوا صغيره استثمرت هذا الوقت ديال الحجر الصحي وهذا الفتره ديال الجائحه اللي كتمر من البلاد، وقامت بواحد المجموعه ديال المبادرات على الصعيد ديال الحي. وهذه المبادرات هذه من الابداع ديال الساكنه، ماشي ديال الجمعيات ولا ديال الجهات ولا جهات اخرى، هي مبادره من طرف ديال الساكنه، مبادره من ضحوا بالوقت ديالهم بالمال ديالهم من اجل مجموعه ديال المبادرات بيئيه وكذلك مبادرات اجتماعيه في ظل هذه الفتره هذه اللي كتعيشها بلادنا. هنايا في هذا الحي كما شفتي، هذه منطقه كتسمى منطقه ديال السوق. هذه الجرده هذه اللي كتشوف امامك هي جرده كانت ضمن المشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اللي مؤخرا تعرضت الاهمال ومن طرف مسؤولين، من طرف الجهات المكلفه بهذه الجرده. واليوم بحكم هذا الحجر الصحي والناس كامله جالسه وهذا، جات المبادره من طرف الساكنه ديال هذه المنطقه هذه، وقاموا بمجموعه ديال الاعمال فيها. حيدوا ديك الربيع وديك الشوك اللي كان فيها وغرسوا الربيع وغرسوا مجموعه ديال، قاموا بعمليه ديال التشجير هنايا وبمجموعه ديال العمليات، مجموعه من الانشطه البيئيه بمشاركه ديال الساكنه، وذلك في حدود ديال الاحترام ديال المسافه ديال التباعد بالكمين ديالهم، بالامور محترمه جميع الضوابط اللي كتوصي بها الجهات المعنيه. الفكره كانت مطروحه شحال هذه، عرضت على الشباب الحي من الزنقه 64 الى الزنقه 59 وباقي الازقه، ولباونا الرغبه، والشباب كانوا في حاله الحماس. ورغم هذا الحجز الصحي يعني اتخذنا القرار ديالنا وعملنا الكمامات وعملنا مسافه الامان، والشباب مشاو بالاشتغال كما ينبغي، والشكر موصول لهم كامل. بفضل مجهودات ديال الشباب يعني قمنا بعده مراحل، منا قطف هاد يعني الاغصان الزائده للاشجار ونقش وغرس بعض الشجيرات الصغيره كما ترون، وقص الربيع الغير المرغوب فيه مع صباغه الازقه وترميم بعض الاشياء وغرس بعض النباتات الصغيره وتنقيه بعض الاماكن التي كانت في حاله يرثى لها من الازبال ومن بقايا البناء وكذا وكذا الى غير ذلك. اخوان كيف ما كتشوفوا الدراري هنايا ديال الحي تعاوننا مع بعضيتنا، كنحاولوا يعني نصبغوا الحيوط، نجيبوا محابق، نعدلوا بزاف ديال الحاجات، غرسنا كذا، يعني كيف ما كتشوف يعني كان الحي مهمل بالنفايات، وفهمت كيفاش يعني عينا كنهضروا عينا كنغوتوا على هذا الشيء، هذا مسؤولين ميكين على هذا الحي هذا، فهمتي يعني عينا كنغوتوا عينا كنتشكاو يعني ملينا، فهمتي تجمعنا مع بعضيتنا تساعدنا مع بعضيتنا، قلنا علاش ما يعني ندعموا بعضيتنا ونعملوا شي حاجه بيدنا، يعني كنقول جميع الشباب اي حومه يعني ما بقاوش يتسناو شي حاجه تجي مع شي واحد، يعني تساعدوا مع بعضيتكم، ما تما حتى شي حاجه اخوتي كيف ما كتشوفوا حنا تسنا مع بعضيتنا، وباقي ان شاء الله شي حاجه زايده ان شاء الله، وهذا الشيء ما كاين. بالنسبه ديال المبادره اللي قام بها الشاب في الحي هنايا على تجميع النفايات وعدد تسجيل هاد المنطقه الخضراء اللي كانت كتدخل واحد الطبيعه اللي ماشي عاديه الصراحه، احتاجوا هاد الشباب هادوما بقاو هما واحد المبادره اللي متطوعه يعني من داخل حتى شي حاجه. كتشوف بعينك راه كلشي واضح هنايا كيفاش كتقوم وكيفاش جات دابا. السلام عليكم اخوتي، حنا عملنا واحد المبادره هنا في الحومه، دراري الحومه مع بعضيتهم، نقينا على المقبره، سكسفنا عليها، عوضناها وكذا، والحمد لله بخير، داكشي عملنا لله في سبيل الله. وصدق الناس بقاو كيهضروا فينا هنا في الحومه، فهمتي، قال لك الجمعيه عطاتهم الفلوس كذا، الناس شبروا 5000 درهم وش اللي شبر جو ملايين كذا، فهمت، حنا عملنا هادشي لله في سبيل الله اخوتي، الدنيا يعني ما كاينه لا هيدا لا هيدا، فهمت كيفاش، وبنادم كيدار قهوة وهادشي ما كاينش زعما نحشومة عليهم صراحة. الله يخلي دراري الحامة
والعزم دراري الحومه الله يخلي الرجال والشباب ديالنا الله يعطيهم الصحه خوتي. خوتي بغيت نوصل لكم واحد الميساج على حساب هذا المقبره هذه. الدراري ديال الحومه وملي تعاونوا مع بعض كيسمعوا من هذه المبادره هذه. كاينه شي بنادم كيقول جمعيه وكاينه شي بنادم كيقول صبرنا فلوس، راه ما كاينه ما بلا فلوس لا والو اخوتي. وهذه المبادره الدراري ديال الحومه وشي هذا الجيم ديالنا وكاينه الناس ساهمت شي بركه شراو بها الجير والحمد لله انتم كتشوفوا بعينكم هادشي كامل. وهاد المقبره هادي مهموله اخوتي واللي كيجي كيسيف فيها الجبل تا نقول لكم انتم كتشوفوا بعينكم اللي كاينه هو باين فهمتي. وهاد المقبره هي اللي مهموله في طنجه كامله اخوتي. دينا قالت لي الدراري راه فاينه قالوا طيح لهم فكره يعدلوا هادشي يجمعوا التبر باش يعدلوا يزوقوا الحومه يجمعوا فلوس من الدار ديالهم كل واحد. انا طاحت على الفكره خادي بلال وبدينا الحمله ديالنا حتى اللي العاد دينا كنزوق باقي هادشي مستمر. انا ودو تنتاحت ونرجعوا ونعوضوا هادشي المحابق يجيبوا محابق نزوقوا الحومه. دارا كنا مريحين في الحومه هنايا حتى كنصرا في هاد الحي هذا شويه صعيب تتعامل معاه باي حاجه. وكنا كنجبروا الزبل هنايا واخا رغم الحملات وبزاف الحاجات. فحنايا طوعنا واحد الشابه مع بعض سنه هنايا اننا نخملوا هاد الحومه هادي وجمعوا داك الزبل. ملي جمعنا داك الزبل واحد السيد جا دبر علينا 100 درهم. داك 100 درهم اللي عطانا قلنا هاد 100 درهم اللي كاينه ما نقسموهاش مع بعضنا. فحنايا حاولنا اننا نشريو بها التير شرينا التينتا وبدينا من حوامي هنايا. فاي واحد يعني اي ما كلشي كنطلبوا فلوس مره فاخو كيجي كيشوفنا كنصبغوا له شي حاجه كيساهم واحد المبلغ المبلغ اللي كان اغلبيه قليل مع الدراوش هنايا. كاين اللي كيعطي 20 كاين اللي كيعطي 50 درهم كاين اللي كيعطي 100 درهم وماشي مشكل. فشافونا الدراري فحال هكا كاين اللي شجعنا كل واحد شنو يعطانا. فعملنا بروغرام ديالنا اننا مول العصر كنخصوا واحد جوج ساعات ثلاثه على ما قبل ما تجي السته كنمشيو صبغنا الحوامي هنايا شرينا شي الورود هنايا عدلنا المسائل بدينا. فالحومه جات مزيونه تبارك الله هنايا كاين بعض الحوامي اخرين عاود يعني كانت واحد المنافسه تقريبا كيشوفوك اخو كتكسف على الحومه وكتعاود ديك الحومه فكتجيب الحومه اخرى حتى هي كتنافس معك خاصها تبين الحومه ديالها حتى هي تكون مزيونه. فكانت مبادره مزيونه من الشباب عندنا هنايا واخا كانوا قلالين صراحه. وتانا شجعونا هنا قالنا تبارك الله عليكم عطاونا يعني واحد بوزيتيف مزيون وشجعونا واحد ايجابي سواء يعني خلونا هنا واحد كسعنا واحد الطاقه سلبيه خرجنا ايجابيه في الحومه هنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.